thank uh you -huh. متابعينا متابعي طقس العرب في الكرام في الاردن اسعد الله اوقاتكم بكل خير وصحه نستعرض معكم الان اخر توقعات المنخفض الجوي الذي متوقع ان يؤثر على المملكه خلال الثلاثه ايام القادمه ناخذ معكم من هل... خلال هذا الملخص الجوي الخاص بهذه الفتره هنالك منخفض جوي عالي الفعاليه متوقع ان يؤثر اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم السبت بمشيئه الله وبالتالي توقعات بهطول امطار غزيره عامه في عده مناطق من المملكه سنستعرضها بعد قليل كذلك الحال هنالك تنبيه جدي من تشكل السيول وجريان الاوديه في المناطق المنخفضه لا سيما في شمال ووسط المملكه نبدا معكم من خلال الاستعراض اخر توقعات الامطار الخاصه بهذا المنخفض الجوي نبدا معكم من يوم الخميس او ليله الاربعاء على الخميس حيث هنالك بدايه لتاثير هذا المنخفض الجوي على شكل مقدمه في المناطق الجنوبيه بما فيها مدينه العقبه حيث تتهيئ الفرصه تدريجيا لهطول زخات متوسطه الشده من الامطار. تدريجيا خلال ساعات نهار الخميس نلاحظ معكم امتداد هذه الزخات الى ارجاء عده في المملكه تكون هذه الزخات غزيره فوق المرتفعات الجبليه الجنوبيه. خلال مرور ساعات يوم الخميس وخميس على الج تعبر بالبداية تدريجيا جبهة هوائية باردة هذه الجبهة متوقع أن تكون طويلة التأثير على المناطق الشمالية والوسطى اعتبارا أو بدءا من دولة فلسطين في الغرب هذه الجبهة تسمى علميا بجبهة مقفلة تعني جبهة باردة طويلة فترة التأثير التوقعات الخاصة بيوم الجمعة نتوقع أن تستمر هذه الجبل الهوائية الباردة بالتأثير كما تحدثنا بالذات على شمال ووسط وأجزاء من شرق المملكة في حين نلاحظ معكم يوم الجمعة انتهاء الفعالية وتراجعها بشكل كبير جداً عن المرتفعات الجبلية الجنوبية وسائر جنوب المملكة حيث تقتصر الأجواء فيها على غائم جزئيا مع هبوب لرياح قوية التوقعات ليلة الجمعة على السبت تستمر هذه الجبهة بالتأثير على مناطق شمال وسط المملكة كذلك الحال دولة فلسطين لكن نلاحظ معكم أن الأمطار ستتخذ تدريجيا طابع الزخات أي بمعنى ستصبح متفرقة ومتقطعة التأثير خلال ليلة الجمعة على السبت وكذلك الحال يوم السبت كما هو ملاحظ كذلك نلاحظ خلو مناطق سماء جنوب وشرق المملكة من تواجد آلياء السحب الممطرة خلال هذه الفترة ننتقل معكم الآن لاستعراض الحالة الجوية المتوقعة خلال الليلة القادمة في العاصمة عمان نبدأ معكم أو عفوا توقعات الرياح الخاصة بهذا المخد الجوي، هذا المخد متوقع أن يتسم بتأثير لرياح قوية تقترب في هباتها من حاجز 100 كيلومتر في الساعة تحديدا في المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية كذلك الحال مناطق البادية والطرق الصحراوية الدولية، هذا من شأنه أن يعمل على إثارة الغبار والأتربة في هذه المناطق وبالتالي تحذير من تدني وخطر انعدام مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق، نلاحظ معكم هذه الرياح القوية باللون الأحمر، كلما كان اللون أفتح وعبارة عن تراجع أو سرعة رياح أقل مقارنة باللون الأحمر. نلاحظ معكم أن كافة مناطق المملكة تقريبا هي في تحت تأثير الرياح الغربية القوية عدا مناطق محدودة في الأغوار الجنوبية، وكل ذلك بمشيئة الله. ننتقل معكم الآن للحديث حول توقعات الامطار او توقعات الليله القادمه في العاصمه عمان ثماني درجات مئويه درجه الحراره الصغرى المتوقعه في العاصمه عمان اجواء تتحول تدريجيا الى غائم جزئيا وتتهيا الفرصه مع ساعات الليل المتاخره وفجر غدا الخميس لهطول زخات متوسطه الشده من الامطار في العاصمه عمان وبقيه المناطق الوسطى والجنوبيه التوقعات الخاصه بثلاث ايام نلاحظ معكم تحول تدريجيا الاجواء ليله الخميس على الجمعه الى عاصفه وماطره في ارجاء عده من شمال ووسط المملكه بالتزامن مع عبور هذه الجبهه الهوائيه الباردة طويلة فترة التأثير كذلك الحال نلاحظ معكم الجمعة أجواء باردة وعاصفة وماطرة ليل الجمعة على السبت ويوم السبت تتخذ الأمطار طابع الزخات تصبح متقطعة أكثر مع بقائها متوسطة الشدة وتتراجع الفعالية بشكل كبير ليلة السبت على الأحد لتنتهي تدريجيا يوم الأحد بعد مشيئة الله إذا توقعات بتأثير منخفض جوي عالي الفعالية تحذيرات من تشكل السيول في الاوديه والمناطق المنخفضه لا في شمال ووسط المملكه وخطر شده هبات الرياح التي ان تقترب من حاجز 100 كيلومتر في الساعه، هذا منخفض جوي يختلف في توقعاته عن يعني حالات عدم الاستقرار الجوي التي اثرت طوال الفتره الماضيه بمعنى ان الامطار ستكون خلال هذا المنخفض الجوي بمشيئه الله عامه على مناطق شمال ووسط المملكه وهطول زخات الامطار غزيرة أحيانا في مقدمة لهذا المخذ الجوي نهار غد الخميس في جنوب المملكة كان كل ذلك حتى اللحظة إلى اللقاء